حياكم الله أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى محافظة أخرى، وهذه المرة إلى أقصى الجنوب، إلى محافظة البصرة الفيحاء، والمتسابق ما قبل الأخير منتصر شهيد. المتسابق خادم الحسين منتصر شهيد الحشامي من محافظة البصرة، العمر 30 سنة. أقرأ أنا في مجالس، وين ما يدعوني مجلس أقرأ. مع العلم عندنا مسرح في 10 محرم للتشابيه الإمام الحسين عليه السلام. طبعاً أنا جيت للمسابقة، حبيت أن أقف أمام هذه اللجنة، وأنا فخور جداً. أكثر أصدقائي المقربين علي يقولون أنت صاحب دمعة، يعني من تقرأ تصير الدمعة والبكاء. كل المتسابقين اللي جايين هنا هم كلهم أصوات ما شاء الله، بحيث ذات الفوز والخسارة هو مو اللي جايين بي. أنا كأنما جاي أقرأ مجلس، وقلت لك أنا أقرأ مجلس وأرجع للبيت. اللجنة الكريمة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من البصرة إلى كربلاء، كل الهلبي المتسابق منتصر شهيد من محافظة البصرة، شرف. أهلا وسهلا، بعد روح بارك الله بيك. ملة لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولتأجيل فرج ما من صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 على حالي نوح القصب والناي، على حالي نوح القصب والناي، على حالي مولاة العليلة، سلام الله عليها. وتدرون انتم مش قد علاقة البنية بالأبو، تقول لأبوي على حالي ينوح القصب والناي، وحمام الدوح ما ونمثي. هويلاء هويلاء، بويا بويا وحمام، وحمام الدوح ما ونمثي. وني وني هلي هلي عافوني يا الناس، وانا صبر بالجروح اللي تعتبي. هويلاء هويلاء، يا صبر بالجروح اللي تعتبي. ما شاء الله. مرتني نسمة هوى شنها من الأحباب، ايه نزلت دمعت وصحت خلفت حلباب. الله زين. الله يا فرقة اليسون الاعتاب، يا فرقة اليسون الاعتاب. الله الله جميلة. مرتني نسمة هوى شنها من الأحباب، الله نزلت دميحتي وصحيت خلفت حلباب. يا فرقة اليسون الاحتاب، الله يا فرقة اليسون الاحتاب. هذا حال العليل. مرتني نسمة هوى
جنها من الاحباب نزلت دميعتي وصحت خلفت احي الباب يا فرقتي ليسوني الاحتاب يا فرقتي ليسوني الاحتاب ملهوفة للباب ركضت ردوها لي حسبالي تعال عرفت من نسمته مو ذاك ابوي الغالي يا ناس صارت من مشي روح بمكان الخالي واشتد شجوني وبالدمع اكتب قومي تمرسالي اكتب قومي تمرسالي فراق الاحيب هم صعب وسط القلوب نار يا ابويا قوم تختني من وحشتي الدار يمتى تجيني منكم اخبار يمتى تجيني منكم اخبار صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل أحسنتم محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك هنيئا لك على هذا الإحساس الجنوبي والأهوار والقصب بارك الله بيك أحسنت يا من في اسمك إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة وننتقل إلى آية من آيات الإحساس حسين الأكرف الله يحفظكم إن شاء الله سيدنا بارك الله بيك من المنتصر العزيز نعم. الغالي إنصافاً إحنا الرادود يجب أن لا يكون نسخة إضافية بل لابد أن يكون إضافة نوعية من بين كل الرواديد ونعتقد أنك بنيت واستندت على التراث ولكن بلغة جديدة ومفردة مختلفة أداء وإحساس عالي عميق جداً مولانا أنا أتمنى لك التوفيق والرقي وأن تكون إن شاء الله وجيهاً بالحسين عليه السلام آمين يا الله أبو أحمد كلمتك حبيبي. وتحكيمك منتصر حبيبي منتصر أحسنت وإن شاء الله دائماً منتصر بالحسين ووجيهاً بالحسين ما أدري ما ذكرت اسم الشاعر طبعاً طبعاً العفو المجن معذرة الشاعر تحسين الخفاجي والنعم والنعم أبو علي على رأس قصيدة جميلة مملوءة إحساس حقيقة مملوءة خيال جميل يعني قدر يوصفنا حال العليلة وقدر قدرت أنت بجمال صوتك أيضاً تنقلنا يعني إضافة لجمال جمالية كتابة النص من أخونا تحسين ألف تحية لك وموفق إن شاء الله أحسنت أستاذ واثق برأيك هذه الدمعة التي نزلت الكلمات أكثر لو الإحساس منتصر هي شوف هي معادلة متكاملة يعني ما تقدر تفصل عنصر عن عنصر حسنت فبعد بالنهاية شنو يطلع النتيجة النهائية حسب كمية المواد اللي ضفناها هذا الشعر جميل جدا مع صوت جميل جدا ولحن جميل جدا شوف شنو الناتج شنو وكل من حسب كمية المادة اللي ضفناها بهاي المعادلة جميل إلى المربي الفاضل الحبيب سماحة الشيخ تفضلوا حبيبي مول العزيز الله انت موفق الله يستر عليك شيخ ومسدد الله والديك ومؤيد عزيز وجميل خلقا وخلقا على راسي الشيخ كلك احساس واسما ايضا واسما على راسي الله والديك اكو احساس عالي مثل ما بينه والساده الاساتذه احساس عالي بايصال الكلمه وايصال المعنى سالت الاخ ابو محمد ابو مصطفى عن أيهما يؤثر أكثر الكلمة أو الإحساس طبعاً الإحساس كان عالي جداً والكلمة أيضاً مؤثرة خصوصاً موضوع العليلة هذا موضوع تاريخي مهم جداً وهو أيامه كانت قريبة بالنسبة لنا خروج الحسين سلام الله عليه إلى العراق موضوع العليلة يأخذ من كل إنسان غيور مأخذ كبير فنعمل اختيار أحسنت شيخنا أنت جبت لي أبو مصطفى تريد تسوي لي مشكلة من اللي مصطفى أنا يا معود محمد قلت أبو أحمد إيه أنه أضفت لي مصطفى مقحطاني كيف لها هذه السالفة نعم وإلى صاحبي الدمعة الغالية علينا الله دمعتك
رخيصة عندك بس غالية علينا ملا قحطان البديري. حالات الدمعة من تكون رخيصة لأهل البيت سلام الله عليه. الله فنحن جبلنا على الجراحات وعلى الألم وعلى الفقد وأنت تعلم والعالم يعلم جميعا بأن العراق عانى ما عانى من ويلات وعذابات ونظامات وحكومات وقدمنا الدماء تلو الدماء والشهداء وساحات تشهد لنا والقاصي والداني فلا غرابة أن تكون هذه الدمعة بعد. بالنسبة لقضية أنا نوهت بأنه إحنا شربنا الحزن من أمهاتنا يعني عرفنا. شكرا لك يا منتصر، شكرا لإحساسك لأدائك، شكرا حتى وإن خانتك الحنجرة في بعض الأماكن كان هنالك جفاف، خصوصا هذا الجهد والتعب، وأنا أدري شنو تعبك اليوم صار، فشكرا والله يوفقك الجميل بأدائك بإحساسك بإختيارك وجيها إن شاء الله. أحسنت بالحسين. أنت إن شاء الله تعبر المرحلة القادمة، لكن حتى لو لا سمح الله ما عبرت هذه الدموع أغلى من كل شهادة وجائزة. بارك الله بك. أحسنت. بارك الله. شكرا لك ووجيها بالحسين إن شاء الله. بارك الله فيك. أجل معذرة. أحسنت. حياك الله يا حبيب. موفق إن شاء الله. وصف من الشيخ نكرف يعني وصف جميل إن شاء الله للأحسن. الشعور اللي هو البكاء على سيد الشهداء خاصة المظلومية في مولدات فاطمة العليا سلام الله عليه. في بعض المراحل صار في الجفاف في الحنجرة تعرف هذا تعب.